يصل عيد الأم إلى لبنان هذا العام نافضاً عنه العناوين التي كانت ترافقه، فموعده السنوي الذي يصادف في 21 من آذار يحمل معه هذه المرة الحداثة، إن كان من خلال النشاطات التي تتضمنها احتفالاته أو أفكار الهدايا التي يتم تبادلها في مناسبته. فالعاصمة بيروت ارتدت حلة العيد، ولعل أبرز النشاطات التي شهدها العيد هذه السنة المعرض الذي أقيم في أحد المجمعات التجارية تحت عنوان بلوم. عملنا معرض بس خاص في كولكشن ليميتد خصوصي سميناها اسمها مادر اند دوتر. الام بتجي بتلاقي زيت الغرض لإلها ولبنتها بنفس الوقت، كمان كل اللي عاملين هوم ديكو عاملين قصص خصوصي لايستر، ايستر برودكتس. هيدا الايفنت هو سيلبريشن بحد ذاته. في المعرض مساحات عرض خاصة بإصدارات محدودة لمصممين ومبدعين لبنانيين يعرضون آخر ابتكاراتهم من ملابس جاهزة وأكسسوارات موضة وأكسسوارات للمنزل بالإضافة إلى المجوهرات. وفي المعرض الذي امتد على 5 أيام ورشة عمل حول الموضة وأسلوب الحياة من تقديم خبراء في هذا المجال من آخر صيحات وتقنيات المكياج وتمكين المرأة وتنسيق الملابس واستشارات المظهر وصولاً إلى فنون تشكيل الأزهار وفنون المائدة والتغذية وأسلوب الحياة. So هلأ عملت كولكشن كرمال الصيفية، كل شيء خاصه بالفراشة والألوان الورود. عملينا الإكزيبيشن وعملينا الفور مادرز داي، وخاصة عملين نحن سبيشل فور مادرز اند دوتر كولكشن. فسحة تلون المناسبة تتيح للأمهات اختيار الملابس والأكسسوارات التي يرغبون في اقتنائها. إيقاع احتفالي جديد يسود نشاطات مناسبة عيد الأم في لبنان هذا العام على أمل أن يلاقي استحسانها هي صاحبة لقب ست الحبايب الذي يبقى الأغلى والأثمن بالنسبة إلى أولادها.